لم تهدأ المعارك في الضالع، فالجيش الوطني يواصل عملياته العسكرية ضد ميليشيا الحوثي بالمحافظة. استكمال تحرير أجزاء كبيرة من مديرية قعطبة أتاح للجيش السيطرة على الطرق الرئيسية، الأمر الذي مكنه أيضا من شن هجوم على مواقع الميليشيا بعد التقدم الذي كانت قد حققته الأسبوع الماضي في بعض الجبهات. مصادر عسكرية أكدت أن مواجهات عنيفة تجددت بين الجيش والميليشيا في منطقة حمر، تمكن خلالها الجيش من تكبيدها خسائر في العتاد والأرواح. الجيش الوطني والجيان اليوم أمس كان إنجازا عظيما بالنسبة لجبهة قعطبة، تم تحرير مدينة قعطبة الكامل وتم تمشيطها، والآن تسيطر قواتنا سيطرة كاملة على جبهة قعطبة، على مدينة قعطبة، ويعم الأمن والاستقرار في جبهة قعطبة. أيضا تم من جهة مريس تم السيطرة الكاملة على تطهير النقيل الشيم، وأيضا تطهير قرية قردح، وأيضا آخر موقع مع الحوثيين اليوم تطهيره صباح اليوم الذي هو جبل وعل، وأيضا تم تطهير قرية القوز وحمر، ومن أهم الجبال التي تم السيطرة عليها يوم أمس في المعركة الكبيرة يوم أمس كان جبل صامح الذي كان جبل استراتيجي، جبل كبير مثل من جبهة مريس إلى جبهة قعطبة. هذا الجبل حصلنا فيه على غنائم، أسلحة جديدة، معدات، إذا حصلنا فيه على ذخائر كبيرة، كمية كبيرة من جميع أنواع الذخائر، حصلنا على جميع يعني سيطرنا الآن سيطر على جبل صامح، أصبحنا نسيطر على قرية هجار والقفلة وحمر وباب غلق وكل المناطق. إلى ذلك تمكن الجيش من استعادة مناطق صامح والدوير غرب مريس وقرى العباري والأبحر غرب مدينة قعطبة بعد معارك عنيفة مع الميليشيا أسفرت عن مقتل العشرات من عناصرها وأسر آخرين والاستيلاء على عدد من الآليات العسكرية. ويرى مراقبون أن عودة المواجهات إلى الضالع بعد 4 أعوام من تحرير معظم مناطقها يأتي نتيجة التخاذل الذي يبديه التحالف والحكومة الشرعية إزاء تحرير باقي المحافظات، وهو ما أعطى فرصة لميليشيا الحوثي بالعودة إلى الضالع من جديد، فيما يرجعه آخرون إلى حالة الخلافات المتكررة بين قيادات في الجيش الوطني من جهة وجماعات عسكرية موالية للإمارات من جهة أخرى، الأمر الذي سهل من وصول الميليشيا إليها.